هذا وطلب مواطنون بمكافحة مكثفة للحشرات خاصة في المناطق الزراعية في محافظة ميسان، لافتين إلى أن البعوض ساعد على انتشار الأمراض في تلك المناطق دون استجابة من قبل الحكومة. يعني جاي ناشدكم إن كنتم عمي كلتنا القوارض والحشرات وكل استجابة ماكو. يعني قبل ذاك النظام كانت تجي طيارة ترش، هسه احنا ما رايدين طيارة عمي، احنا رايدين سيارة دخانية، هاي الدخانية تدخل وترش اطراف ميسان. هسه انت عندك المناطق اطراف ميسان هاي كلها زراعية وجاي يعني نعاني من البك. يعني دود احنا ما شايفينه بحياتنا، دود ما شايفينه بحياتنا، جهاننا نوكلوا، الجرادية تارسل البيوت، الحشرات اشكال، الدود الفارسي اشكال، لا يفيد ويا بيدوه، لا يفيد ويا غير. احنا نطلب من السيد المحافظ استاذ حبيب اللي باو على هاي العالم الفقره، الناس المنكوبه. احنا نناشد الحكومه لان بق وقرص، واحنا هسه بدايه الصيف، تعال بنص الصيف شلون؟ والله العظيم البيوت ما ينقعد بيها، ما ينطبيها، بق وقرص. واكو شغله ثانيه، مشروع الكلاب، هاي الكلاب السائبة، عندنا طلاب جهال يروحون المدارس وهاي يعني يبتلون منين يطبون ومنين يطلعون. هذا اللي نريده من محافظ ميسان يجي يزور حي الرحمة الثانية. يا بقرص ما تنام، لا يفيد فليت، لا يفيد كله، لا تفيد شيء، نريد فد سيارة يطلعوننا، فد دواء يرشون الحي الرحمة الثانية.